ازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير وبسلامة. طبعا زي ما عرفتوا من البوست اللي في المنتدى ان في الاسبوع ده هلخص انمي انيوشا وهانتر وهجوم العمالقة فقط، وكل واحد منهم هعمل عليه فيديو واحد بس، واللي هيجيب نسبة مشاهدة اكتر او فعلا يكون في دعم ليه هركز عليه جنبا الى جنب ون بيس، والدعم طبعا بعدد اللايكات او الكومنت. وفي حاجة عاوز اقولها عن انمي المحقق كونان، الانمي ده جامد على فكرة، بس بصراحة بعد ما نزلت اول فيديو ليه وشفت الدعم عليه والمشاهدات اتصدمت منه الصراحة، عشان كده سحبت عليه هو والانميات التانية، واهو بجرب انمي تاني ويا رب يكون هو ده اللي انتوا عاوزينه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تحط لايك وانك تشترك في القناة عشان تشرفنا فيها، واوعى تنسى انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدأ. دي هي كاجومي، بنت جميله كده عايشه مع جدها وامها واخوها، وعايشين في بيت مقطقط كده وعلى قدهم، وعندهم شجره كده قدام بيتهم بيقال انها عمرها الاف السنين. وفي يوم من الايام كاجومي دي بيتم ال 15 سنه من عمرها، وبيديها جدها جوهره اسطوريه عمرها الاف السنين. بتشوفها كاجومي ان الجوهره دي عاديه وما فيهاش اي حاجه انها تشدها، بيحاول جدها ان يشرح لها اصل الجوهره دي ايه، لكن بتنفض له وبتسيبه وبتمشي. بيجي تاني يوم وبتكون كاجومي رايحه مدرستها زيها زي اي يوم عادي، وبتلاقي اخوها واقف جنب البيت بتاعهم اللي جنب بيتهم، بيقول لها ان القطه بتاعته دخلت هنا ومش لاقيها. بتنزل كاجومي عشان تجيبها، وفعلا بتلاقي القطه تحت السلم، لكن وفجاه بتسمع صوت جاي من البئر، وبيخرج لها وحش بكذا ايد كده وبيسحبها جواه. الوحش مسكها بايديها وعمال يلعب على وشها بلسانه، وبيقول لها هي دي اللي كنت بدور عليها من زمان، الجوهره المقدسه معاكي صح؟ لكن كاجومي بتحاول تبعدها عنها وبتحط ايديها على وشها، وبيخرج منها طاقه غريبه كده وبتبعدها عنها وبتقطع لها ايديها كمان، وبتفضل تنزل لتحت لحد ما بتقع في البير من تاني. بتنادي على اخوها عشان يخرجها من هناك، لكن ما بتلاقيش حد بيرد عليها. بتمسك في الحيط وبتطلع لفوق، لكن الصدمه بتظهر على وشها اول ما بتطلع، بتلاقي نفسها في عالم غريب كده وكله اشجار. بتحاول تمشي في المكان عشان تعرف هي فين بالظبط، لكن بتلاقي شخص غريب كده متعلق في الشجره وفي سهم غريب في كتفه. بتروح عنده عشان تكلمه، لكن بتلاقيه مغمض عينيه وما بيردش عليها. لكن وهي واقفه بتلاقي ناس بتهاجم عليها باسهم من وراها، وبيربطوها وبياخدوها للقريه بتاعتهم، وبيكونوا خايفين منها عشان لبسها الغريب ده، وفاكرين ان دي جاسوسه لقريه تانية او شيطان جاي عشان يهاجم عليهم. لحد ما بتيجي رئيسه القريه وبترش عليها شويه ملح عشان تعرف ان دي شيطانه ولا لا، لكن بتاخد بالها انها بتشبه اختها الكبيره اللي ماتت من 50 سنه. بتاخدها الست دي للبيت بتاعها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، لكن وفجاه بنشوف الوحش ده رجع من جديد وبيهاجم على القريه كلها. بيحاولوا الناس انهم يدافعوا عن قريتهم، لكن الوحش ده بيكون اقوى منهم وبيهزمهم كلهم. بتقول كاجومي ان الوحش ده بيطاردها هي، ولو راحت عند البير ونزلت هناك فاكيد كل حاجه هتتحل، وبتجري يمه البير عشان تنزل من هناك، والوحش عمال يطارد فيها وعاوز يقتلها، وبتصرخ باعلى صوتها ان اي حد يجي وينقذها. وبنشوف ان الصرخه دي صحت الشخص اللي كان مصلوب على الشجره، وبتتجه يمته كاجومي والوحش وراها. بتهاجم الوحش ده على كاجومي وبتقدر تصيبها وبتجرحها في جنبها، وبتوقع منها الجوهره المقدسه اللي كان جدها اداها لها، والوحش ده بياخدها جواه. وبنشوف ان قوه الوحش ده ازدادت بشكل كبير جدا. بتمسك الوحش ده بكاجومي وانيوشا وعاوزه تقتلهم، لحد ما بيقول لها انها تشيل السهم اللي عليه وهو هينقذها. بتحضر الست دي وبتحاول انها تمنعها، لكن كاجومي بتكون على حافة الموت وبتضطر انها تشيل السهم من كتفه. واول ما بيتحرر انيوشا بنشوف قوته العالية جدا، وبضربات سريعة ورا بعض بيقطع الوحش كله، لكن بيكون لسه اجزاء بتتحرك من تاني. بتقول الست دي انها لازم تشيل منها الجوهرة المقدسة عشان الوحش ده هيموت، وفعلا كاجومي بتقدر تعرف مكان الجوهرة وبتمسكها في ايديها. لكن بنشوف انيوشا هو كمان عاوز ياخد الجوهرة لنفسه، بيقول لها بقول لكم ايه، لو ما اديتنيش الجوهرة دي دلوقتي انا هقطعكم تقطيع. بس ايه هي قصه الجوهره المقدسه دي، وازاي كانت موجوده في العالم ده واتنقلت لعالم كاجومي، ومين هي كيكي اللي كل شويه انيوشا عمال ينادي عليها دي؟ تعالوا بقى نرجع 50 سنه ورا. بنشوف انيوشا هو بيهاجم على نفس القريه دي اللي هاجم عليها الوحش من شويه، وبياخد منها الجوهره المقدسه دي. الجوهره دي يا صديقي بتزيد قوه الوحش بشكل جامد جدا، لكن انيوشا هنا بقى مش عاوزها عشان تزيد قوته ولا حاجه. انيوشا شخص هجين، نص بشري ونص وحش، وهو عاوز الجوهره عشان يستخدم قوتها ويتحول لوحش كامل. لكن قبل ما يهرب بنلاقي الراهبه كيكيو بتخبطه بسهم سحري بيجي في كتفه، والسهم ده كان عليه لعنه ان مفيش حد يقدر يشيله غير شخص واحد يحمل قوه كيكيو. عشان كده انيوشا فضل ثابت لمده 50 سنه لحد ما جات له كاجومي. بعدها بنشوف كيكيو هي كمان متصابه وخلاص على وشك الموت، وبتؤمر اهل القريه انهم يحرقوها ويحطوا الجوهره دي معاها، وشكلها كده الجوهره دي انتقلت لعالم تاني وتجسدت روح كيكيو او قوتها في كاجومي، وبقت هي الراهبه الجديده. نرجع بقى لوقتنا الحاضر، بترفض كاجومي انها تديله الجوهره وبتحاول تهرب من هناك، لكن انيوشا
بيلحقه وبيهاجم عليها بمخالبه دي وبتتكعبل على الارض وبتتفادى هجومه في اخر لحظه. بيحاولوا الكرويين دول انهم يهاجموا عليه لكن هو بيروح يهاجم عليهم وبيقطع عليهم الشجره دي وبيفضل يطارد في كاجومي لحد ما الست الكبيره دي بتعمل عليه تعويذه سحريه قويه، لكن عشان كبر سنها بتحتاج قوه اكبر، بتخلي كاجومي وقت ما تقول اي كلمه على انيوشا بينفذها على طول وبشكل غير ارادي، يعني لو قالت له اقعد فبيتخبط مكانه على طول وبيقعد لحد ما بيقع في البحر وبتاخد كاجومي الجوهره من جديد. بيروحوا كلهم يقعدوا مع بعض وبياخدوا معاهم انيوشا، وبالمناسبه الست دي اسمها كايدي ودي بتكون اخت كيكيو اللي ماتت، وبتعرف كاجومي انها تخلي بالها لان الوحوش من هنا ورايح هيطاردوا فيها. بعد ما بيخلصوا كلامهم بتروح كاجومي عشان تنام، لكن بتفتكر جدها وامها وانها مفتقداهم، بتقرر انها تروح عند البير اللي جت منه، لكن وفجاه بيطلع عليها شويه قطاعين طرق ومعاهم الزعيم بتاعهم اللي شكله يخوف ده، وبيكون هو كمان عاوز منها الجوهره لكن بترفض وبيضطروا ياخدوها معاهم. بيفضل الزعيم ده يهاجم عليهم زي المجنون وعاوز يقتل كاجومي، وانيوشا بيفهم ان في حاجه غلط وبيروح يشوف كاجومي فين. بتفهم كاجومي ان الزعيم ده عاوز الجوهره وبتستخدم ذكائها وبتروح ترمي الجوهره بعيد، لكن برضو الزعيم ما بيبطلش هجوم عليهم، ومع اخر ضربه ليه بيجي انيوشا وبينقذها وبيضرب انيوشا في مكان قلبه، لكن وفجاه بيظهر غراب من مكان قلبه وبيطير بسرعه، وبنشوف ان الشخص ده مات من يوم والغراب ده استولى على جسمه، وبنشوف الغراب ده اخذ الجوهره ببقه وبيطير في الجو، وبيطلع كاجومي وانيوشا بيجروا وراه. بتلاقي كاجومي اسهم وكوس على ظهر حصان واقف بره، بتستخدم كاجومي السهام على الوحش لكن ما بتعرفش عشان دي اول مره تستخدمه في حياتها. وبعد مطارده منهم هما الاثنين، انيوشا بسرعته الجامده بيقدر يقطع الغراب ده لاجزاء صغيره، لكن بفضل الجوهره المقدسه الوحش بيرجع للحياه من جديد وبيطير في الجو كمان. بتشوف كاجومي ان رجل الغراب ده بتحاول ترجع له، لكن كاجومي بتفكر كده وبتربط رجل الغراب ده في سهم من بتوعها وبتضربه في الغراب، لكن السهم ده بيجي في الجوهره وبتتكسر لقطع صغيره جدا وبتنتشر في كل انحاء العالم. وكاجومي وانيوشا مش فاهمين اي حاجه، بيروحوا بعدها عشان يدوروا على الجوهره، لكن المفاجاه انهم بيلاقوا بس قطعه صغيره منها، وبيفهموا ان الجوهره اتكسرت وانتشرت حول العالم. بيروحوا عند الست دي وبتفهمهم ايه اللي حصل، وان الجوهره دي انقسمت لاجزاء صغيره وراحت كده على الوحوش والبشر، وان مهمتهم دلوقتي انهم يجمعوا اجزاء الجوهره دي. طبعا انيوشا هنا بيساعدهم عشان عاوز ياخد الجوهره لنفسه. بتلبس كايدي كاجومي لبس كده بيشبه لبس كيكيو اللي ماتت وبتسيبها وتمشي، وبتيجي واحده لكايدي كده وبتعرفها ان بنتها من امبارح بتتصرف تصرفات غريبه وعاوزاها تيجي تشوفها. بتروح كايدي فعلا عشان تشوفها، لكن اول ما بتخش بتلاقي البنت دي طايره في الهواء وبتستخدم شعر في ايديها وبتجيب الساطور ده وبتهاجم على كايدي. وفي يمه ثانيه كاجومي رايحه يمه البئر وبتقابل هي كمان واحده هناك وشكلها كده هي المتحكمه في البنت اللي هناك. بعدها بنشوف ان انيوشا كان رايح يم كاجومي عشان يمنعها انها تروح لعالمها ده، ولكن اللي ما يعرفوش اصلا انها ما بتعرفش تروح للعالم بتاعها. وهو ماشي بيلاقي اهل القريه كلهم طايرين في الجو وكل واحد منهم ماسك سلاح وبيهاجم عليه. وفي اليمه الثانيه بنشوف البنت دي هو اللي بتطلع شيطانه الشعر وبتقدر تاخد من كاجومي قطعه الجوهره المقدسه اللي معاها وبترجع تهاجم عليها بالسيف بتاعها، لكن قبل ما تقتلها بتقع كاجومي في البئر وبتهاجم البنت دي عليها تاني لكن بتلاقيها اختفت. وفي اليمه الثانيه بنشوف كايدي وهي بتمنع انيوشا انه يقتل البنات دي، بس بتكون هي كمان متصابه بهجوم جامد جدا في كتفها وبتعرفوا انهم تحت تاثير لعنه من شيطان ما. وفجاه بنشوف البنت دي وهي بتقدر تربط انيوشا بالشعر بتاعها، لكن انيوشا بيستعمل كل قوته وبيقدر يحرر نفسه. وفي نفس الوقت ده بنشوف كاجومي وهي بتقدر ترجع للعالم بتاعها، وبتكون كاجومي محتاره ومش فاهمه هو البئر ده بيشتغل ازاي. بيعرفها جدها انها بقالها 3 ايام مختفيه وما كانوش عارفين راحت فين، بتبص له كده وبتترمه في حضنه وبتفضل تعيط. بيقعد بعدها جدها معاها وبيعرفها انه سمع قصه من اسلافه ان البئر ده اسمه بئر العظام وكان بيخرج منه ارواح شريره بتاخد بعض البشر وتوديهم لاماكن ثانيه، عشان كده سدوه ورموا عليه تعويذه عشان محدش يفتحه تاني، لكن بيعدي الزمن وبيتفتح من جديد وهو سده خلاص وانتهى الموضوع يعني. وفي اليمه الثانيه نيوشا خبى قايدي في مكان امن عشان يروح يدور على كاجومي، وبيروح عند البئر بيلاقي لبسها هناك وبيفهم انها نزلت في البئر ده وبينط هو كمان في البئر. وكاجومي نايمه على السرير ومستريحه وبتنادي عليها امها عشان تاكل، لكن وفجاه بتلاقي نيوشا واقف فوق دماغها وكلهم بيستغربوا كده من اللي هم شايفينه وبيبصوا له كده وبيسالوه انت جيت منين؟ بيقول لهم جيت من البئر اللي جنب المكان ده. بيقول له جدها ازاي يعني؟ انا سد بخيط قوي جدا. بيقول له انت تقصد الورقه التعبانه دي؟ المهم بياخدها بسرعه وبيروحوا لعالم الوحوش. بتلاقي كاجومي وكوس والسهم في الغابه فبتاخدهم معاها عشان تعرف تقاتل بيه، لكن الشيطانه بتحس بيهم وبتجيلهم وبسرعه جامده منها بتقدر تمسك انيوشا، لكن انيوشا بيقدر يحرر نفسه وبيروح يهاجم عليها، لكن برضه بتمسكه مره ثانيه. بتهاجم كاجومي عليها بالاسهم اللي معاها لكن ما بتجيش فيها، وبسرعه جامده من انيوشا بيروح يرشق ايده في قلب الشيطانه دي لكن برضه ما بتموتش وبيتقاتل من ثاني. بيهاجم مره ثانيه عليها بانصال الدم بتاعته كلها بتيجي فيها لكن برضه ما بيتاثرش فيها ولا بيحصل لها حاجه. هو ايه الموضوع بالظبط؟ بتلاقي كاجومي جماجم كتيره جنب الشيطانه دي وبتلاحظ ان في جمجمه
حمراء واحده فيهم، وبتكون الجمجمه دي متصله بشعر الشيطانه دي، وبسرعه جامده من كاجومي بتروح تضرب الجمجمه دي، وبتلاقي ان الشيطانه دي عماله تتالم كل ما بتضربها، وبسرعه جامده منها بتكسر الجمجمه دي وبيظهر منها ضوء ابيض كده، وبتتلاشى البنت دي، وبترجع كاجومي جزء الجوهره من جديد اللي اخدته البنت دي قبل كده. وفي الوقت ده كان في شخص اسمه سيشيمارو ومعاه تابع ليه اسمه جاكن. باختصار كده الاثنين دول بيدوروا على سيف اسمه الناب، ومعاهم عصايه كده بتحدد لهم الاتجاهات تبع المكان اللي فيه السيف، وهو بيكون اخو اونيوشا. بيجي تاني يوم وبنشوف كاجومي انها دلوقتي بقت بتقدر تروح عالمها وترجع للعالم ده تاني، وبتجيب معاها عجله كده عشان تقدر تساعدها في المهمات البحث عن الجوهره. وبيجي لهم برغوت كده وبيكون عارف اونيوشا. البرغوت ده بيكون حارس ابر ابو اونيوشا، وبنعرف ان ابو اونيوشا ده كان وحش جامد جدا وحكم المنطقه الغربيه دي في وقت من الزمن. المهم بيعرفوا ان اخوه بيدور على ابر ابوه، بس ايه السبب هو مش عارف، بس ابوه كان عارف ان في حد هيفتح القبر بتاعه بعد ما يموت، عشان كده عمل مدفن وهمي ليه واتدفن في مكان تاني. بعدها بتسال كاجومي اونيوشا عن والدته، لكن بيغضب اونيوشا جامد وبيقوم يطلع بره، وبيعرفها ان امه ماتت. بتطلع كاجومي وراها عشان تواسيه، لكن وفجاه بنلاقي موكب ملك الطاير في السماء، وبيكون في ام اونيوشا بتبص له كده وبتنادى عليه، لكن بيكون في العفاريت دول وربطينها بسلاسل عشان ما تهربش. بيحاول يجري وراهم، لكن بيخرج وحش عملاق جدا من السماء وبيكسر العربيه بايديه، وبيطلع منها ام اونيوشا وبيحطها في ايديه كده. وبنشوف جاكن وسيشامارو واقفين هما كمان على دراع الوحش ده. بنشوف بقى ان سيشامارو ده بيكره اونيوشا جدا، اول حاجه عشان اونيوشا بيصاحب البشر وكده، وتاني حاجه عشان ابوه حب واحده من البشر وخلف منها اونيوشا، وده في حد ذاته وصمه عار على العيله كلها. بيقول له اونيوشا ان امه ماتت من زمان، وان هو مش مصدق ان دي امه اصلا. لكن بيعرفه جاكن ان سيده سيشامارو عنده قدره الانعاش من جديد، وانه بيقدر يجيب الارواح من العالم السفلي زي ما هو عاوز. سيشامارو احيا ام اونيوشا عشان يضغط بيها على اونيوشا ان يعرفه مكان قبر ابوه الحقيقي، لكن بنكتشف اصلا ان اونيوشا ما يعرفش مكانه. بيجري اونيوشا على امه وبيقطع ايد الوحش ده وبيحررها منه، لكن بيهاجم الوحش ده عليهم مره ثانيه، وبسرعه امه بتعمل ضوء ابيض وبتنقلهم لمكان ثاني، مكان بيكون هادئ وجميل. بيقف اونيوشا وامه على جنب كده وبيتكلموا مع بعض، لكن بيشوف كاجومي وهي ما بتقدرش تحرك جسمها واكنه متخدر وكده. لكن بتلاحظ كاجومي ان وش ام اونيوشا مش ظاهر في الميه، بتحاول تنادى عليه لكن برضه مش طالع صوتها، وامه عماله تغويه وتفكره بذكرياتهم مع بعض، لحد ما بتاخده في حضنها وبتدخل ايديها في جسمه، والظلام بيحل على المكان كله في الوقت ده. وبتشوف كاجومي انها مربوطه بسلاسل، وبنعرف انهم ما اتنقلوش ولا حاجه، وكل ده كان وهم من البنت دي، والبنت دي حضنها عشان تستخرج منه المعلومات تبع قبر ابوه، لحد ما بيجي البرغوت ده وبيلدعها في رقبتها وبيفوقها من الوهم ده. وبسرعه منها بتروح تضرب جاكن وبترميه في الميه، وبتهاجم على البنت التانيه دي وبتحرر اونيوشا منها، بس بعد فوات الاوان واستخرجوا المعلومات اللي هم عاوزينها منه. وبسرعه جامده من سيشومارو بيمسك رقبه اونيوشا وبيخرج من عينه كره صغيره كده، وبيمسك عصايه جاكن وبيضرب كره الطاقه دي بيها وبتتكسر وبتفتح بوابه قدامهم، وبيدخلوا كلهم جوه البوابه دي، وفجاه بيلاقوا نفسهم في مكان قبر ابوه. وبنفهم ان ابو اونيوشا كان بيستخدم سيف جامد جدا وقوي جدا، وكان بيخوف كل اعدائه بيه. بيدخل سيشومارو وبيلاقي السيف وبيجي عشان ياخده، وفجاه السيف بيكهربه وكان هيقطع له ايده كمان. بيقول ان السيف ده عليه تعويذه ومحدش هيقدر يسحبه، لكن بيوصل اونيوشا هو كمان للمكان وبيهاجم على سيشومارو، لكن بيتفادى هجومه وبيقف بعيد. قوه سيشومارو اكبر بكتير من اونيوشا وممكن يقتل اونيوشا في اي وقت. بيطلع البرغوت ده وبيقول له انه يسحب السيف، لان ابوك كان سايب لك انت السيف ده وسايب سيف تاني لاخوك سيشومارو، لكن سيشومارو طماع وعاوز ياخده الاثنين، او مش عاجبه السيف بتاعه بالاصح. بيروح اونيوشا عشان يسحب السيف ده، لكن السيف برضه ما بيكونش راضي يتسحب معاه، وبيضطر اونيوشا يسيبه وينفض له، لكن الكلام ده ما بيعجبش سيشومارو، وبيروح يهاجم على اونيوشا وبصراحه بيجلده. وكاجومي بتروح تتعارك مع جاكن ده، والمعركه بتكون قويه جدا ما بينهم، لحد ما بيقدر جاكن بيستخدم قوته الكامله وبيزقها وبيوقعها على الارض. الله عليك يا ابني وربنا. بتتسني كاجومي على الارض عشان تقوم من قوه الضربه، قال يعني جاكن خبطها بقلب طوب في دماغها ومش عارفه تتحرك منه، مع ان جاكن جميل وامور والله، بص شكله بريء ازاي وكيوت، فكرني بتشوبر والله. وسيشومارو ماسك اونيوشا وخلاص هيقتله، لكن وفجاه كاجومي بتمسك بالسيف ده وبتخرجه من مكانه، وكله بيقف وبيبص لها وبيكونوا مستغربين من اللي عملته. بس قبل ما نعرف ايه اللي حصل، تعالى افهمكم ايه السيف ده. السيف ده اسمه تيسايجا، مصنوع من ناب ابو اونيوشا. وفي الانمي عامه الوحوش اللي بتكون قويه جدا بيستخدموا انيابها وبيصنعوا منها سيوف قويه جدا. سيف تيسايجا ده بيقدر انه يقتل 100 شيطان بضربه واحده، وخوفا من كده ابو اونيوشا حط لعنه عليه، ممنوع اي شيطان انه يستخدم سيف تيسايجا ده، فقد اللي يقدروا يستخدموه اللي هم البشر. وبما ان اونيوشا هجين يعني نص انسان ونص بشر، فاكيد هيقدر يستخدمه. نرجع بقى للقتال اونيوشا وسيشومارو. بيجري سيشومارو على كاجومي وبيسالها ازاي قدرت تسحبي السيف ده، لنا ولا اونيوشا قدرنا نسحبه. بتقول له اصلا انا ما اعرفش اتسحب ازاي، لكن سيشومارو ما بيلاقيش اي تفسير للي بتقوله وبيقرر يقتلها، وبيخرج من ايده سم قوي جدا عشان يسيحها بيه، وبيهاجم فعلا عليها وبنشوف انها دابت زي الشوربه كده. بيغضب اونيوشا جامد وبيروح يهاجم عليه، لكن سيشومارو بيتفاداها وبيهاجم هو عليه، وبيفضل يضرب فيه بالقرباج بتاعه وبيقول
يقول له كلام يوجع القلب. بيفتكر انه يشهد ذكرياته هو وامه، وان امه كانت عماله تبكي عشان الناس اللي كانوا هناك بينادوا ابنها بنص وحش. نرجع بقى بنشوف كاجامو اللي لسه عايشه وزي الفل، وبيطلع ان السيف ابطل تقنيه السم بتاعت سيشومارو، وبتدي له السيف في ايديه وبتقول له دي مهمتك دلوقتي يا عم الحاج. لكن سيشومارو بيقول له يلا وريني قوه السيف بتاعتك. بيستخدم سيشومارو قوته الكامله وبيتحول لقوه الوحش بتاعته اللي بتكون عباره عن كلب كبير جدا. بيهاجم على انيوشا بقوته الجباره دي، وانيوشا عمال يهرب من هجماته دي. بيملى سيشومارو المكان بالسم بتاعه وبيغفل انيوشا وبياخده جوه بقه كده، لكن انيوشا بسرعه بيضربه في عينيه بالسيف وبيضطر يطلع فوق السطح، وبيقف انيوشا وسيشومارو قدام بعض. وفجاه هدوء تام في المكان، صوت نبضات قلب بتطلع من السيف، وفجاه بيتغير شكل السيف، ومن اول هجوم على سيشومارو بيقطع دراعه كله، وبيرجع يهاجم عليه مره تانية وبيهزمه اخيرا، وبيقع سيشومارو من فوق قبر ابوه. وبنشوف انيوشا وهو بيكون مبسوط انه اخيرا قدر يهزم اخوه لاول مره، وبيقدروا يخرجوا من هناك اخيرا. بس يا ترى بعد ما خرجوا كده هل هيروحوا عشان يدوروا على اجزاء الجوهره دي ولا لا؟ وايه اللي مستنيهم في رحلتهم دي؟ كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنسوش شباب لو عجبكم الفيديو انكم تعملوا اشتراك ولايك وكومنت عشان اعرف هل هنكمل في حكايه انيوشا دي ولا لا. وخليك عارف ان رايك يهمني اكتر من اي حد. واوعى تنسى انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.